مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة شوطنا هنا الذي انطلق، والشوط الثالث عشر في مجموع الاشواط، بعد ان تابعنا مشكورة في الشوط الماضي وانتزعت الناموس وسيارة الشوط لسيد سيف بن ساري بن بلوش المزروعي بقيادة الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي، أنهم على هذا الفوز. ها هي مسيرة شوطنا هنا أيضا الثالث عشر في مجموعة هذه الأشواط ما قبل شوط الختام لسن الثنايا. شوط الثالث عشر خصص للبكار، وهناك نيسان بترول استيجن تي تو مقدمة للفائز بالمركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل. نتابع هذه المجريات ونتابع الصدارة، نتابع العبور، من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين هي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول، شوق في المركز الثاني، طالب بن علي بن حمد اليربوعي من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز والانطلاق والتحدي تأتينا زغاريد هنا علي بن حمد بن صالح الشرقي المنطلقة على المركز هذه اللحظات الثالث ورابع المراكز، العنود راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، وعلى المركز الخامس تأتي وعد هنا بهذا الانطلاق لسيد ناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري، ولكن أرى التسلل من مشغلة حمد بن حمد بن بيات الرميثي من تنطلق بهذا التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق. إذا ها هي النتائج للمراكز الأولى خلال هذه المسيرة، خلال هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى العبور المسيطرة على زمام الأمور، العبور المنطلقة بصدارة، المنطلقة بتحدي، المنطلقة بالإثارة، ولكن أرى شوق هنا وشعار بن عمارة طالب بن علي بن حمد اليربوعي من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول، العبور في المركز الثاني منصور بن غانم بن منصور سيف الخيارين، أما على المركز الثالث مشغلة تأتينا على ثالث المراكز حمد بن حمد بن بيات الرميثي المنطلقة على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع وأرى التسلل رويدا رويدا على المركز الرابع من قبل العنود راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، وعلى المركز الخامس وصلت سرابة مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من ينطلق بهذا الأداء الجميل على المركز الخامس. إذا خمسة مراكز، خمسة أسامي، خمسة شعارات وانطلاقات وتحديات وإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الانطلاق، خلال هذه المسيرة. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شوق لا زالت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. يا شوق هزن، يا هو شوق هزيز غصن، انتهى الأوراق كل رضن في الوقت ملحوق إلا وصول هناك. بنقول المركز الأول بهذا الانطلاق وتحدي مع شوق طالب بن علي بن حمد اليربوعي المري هي المسيطرة على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني العبور، ومتى بتعبر الأمور وبتتضح الأمور مع العبور منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين هي المنطلقة على المركز الثاني، وهذا الشعار سجل نقطتين في هذا المساء ويرغب بنقطة ثالثة هنا بهذا الانطلاق والتحدي في هذه الأمسية التراثية الجميلة. المركز الثالث تأتي مشغلة هنا لحمد بن حمد بن بيات الرميثي من تنطلق على المركز الثالث وتتسلل إلى الثاني بدورها، أما المركز الرابع فتأتينا سرابة هنا على المركز الرابع مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من تنطلق بهذا المهرجان
مهرجان، مهرجان سيف صاحب السمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة الثاني بهذا الانطلاق والتحدي. خامس مراكزنا والمنطلقة على المركز الخامس العنود راشد بن بطي بن محمد الحسن المري هو المنطلق على المركز الخامس. ها هي النتيجة مع منتصف المسافة 4 كيلومترات على بداية هذا التحدي، 4 كيلومترات على هذه المسيرة والانطلاقة. نعود إلى العبور إلى الصدارة، عبرت العبور واتضحت لديها الأمور على صدارة هذا الشوط للسيد منصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين. أهالي العوينة هنا أمانيهم ومتابعين العبور على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا مشغلة على المركز الثاني للسيد حمد بن حمد بن أبيات الرميثي وأهالي السمحة هناك بدولة الإمارات أيضا يتابعونها هنا على شاشة التلفزيون بمتابعة قناة الريان ودبي ريسنج الناقلات لهذا الحدث الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث هنا والانطلاق على المركز الثالث بهذا الانطلاق. ولا ننسى أيضا هناك بهذا الانطلاق، هنا بهذا الانطلاق ولا ننسى قناة الدوري والكاس أيضا لها نقل جميل ومميز لهذا المهرجان. المركز الثالث وسرابة تتسرب إلى المركز الثالث. هنا مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي تتسلل إلى ثالث المراكز مع 3 كيلومترات. المركز الرابع شوق طالب بن علي بن حمد اليربوعي من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس ماذا يدور على خامس المراكز؟ ومن القادم على المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز الخامس والقدوم من الشاهينية على المركز الخامس يمعى بن محمد بن مهير بن دري المنصوري من انطلقت في هذه اللحظات على المركز الخامس في هذا الأداء الجميل والتحدي. ما شاء الله، بدأت الإثارة، بدأت الإثارة، بدأ الحضور من عبور على صدارة هذا الشوط مع الانطلاق مع التحدي. يا سلام، هنا بهذه المسيرة العبور لمنصور بن غانم بن منصور السيف القيارين هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على رأس الحربة، المنطلقة على صدارة هذا الشوط. هنا المتمسكة بالنيسان بترول، هنا أيضا للستيشن التيتو على هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، نعود هنا إذن العنود العبور، العبور لمنصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين. هناك أيضا مشغلة 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 المنطلقة حمد بن حمد بن بيات الرميثي وسرابة مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المنطلقة على المركز في هذه اللحظات. الثالث، المركز الرابع، والشاهينية، الشاهينية قادمة على رابع المراكز يمعى بن محمد بن مهير بن دري المنصوري. والوصول هنا أيضا في هذه اللحظات بأول نداء هنا لشواهين حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من تأتينا على المركز الخامس. وأرى شعارات بالعين المجردة تتواجد بهذا الانطلاق، تتواجد بهذا التحدي، تتواجد بهذه الإثارة هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة وصدارة هذا الشوط.
هنا المنطلقة، لا زالت العبور، لا زالت العبور مسيطرة على الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا العبور لسيد منصور بن غانم بن منصور السيف القيارين، هي المسيطرة على الصدارة، المسيطرة على المقدمة، على المركز الأول، مشغلة على المركز الثاني، مشغلة حمد بن حمد بن بيان الرميسي والسرابة، تتسرب إليهن أيضا مانع بن غريبة بن سلطان بن رشيد السويدي، وهنا تأتي الشواهين حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظهري، تنضم إلى الرباعية مع الكيلومتر الأخير هنا بهذا الانطلاق والتحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ لمن السيارة؟ يا سلام، هنا لا زالت العبور هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة، على المركز الأول، وشواهين تنطلق، شواهين تنطلق هنا، والشاهينية أيضا تنطلق، والوصول أيضا هنا، الوصول في هذه اللحظات من بنت وبران. يا سلام، الشاهينية انطلقت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، الشاهينية يمعة بن محمد بن مهير بن دري المنصوري، وهنا بنت وبران القادمة علي بن سالم بن سعيد لوهيبي القادمة على المركز الثاني والمركز الثالث. عادت العبور، عادت العبور هنا لمنصور بن غانم بن منصور السيف الخيارين، ولكن الشاهينية هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام للسمحة، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا يمعة بن محمد بن مهير بن دري المنصوري على هذا الفوز الجميل للشاهينية، ولحظة وصولها إلى خط النهاية. العبور في المركز الثاني هنا لمنصور بن غانم منصور سيف الخيارين، المركز الثالث بنت وبران لعلي بن سالم بن سعيد وهيبي، المركز الرابع مشغلة من وصلت لحمد بن حمد ميات الرميثي، وفي المركز الخامس شواهين حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من وصلت على المركز الخامس. ها هي نتائجنا للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة التسلل بهذا الانطلاق، التسلل الجميل هنا بهذا الأداء والتوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية 80 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الشاهينية. تهانينا يمعة بن محمد بن مهير بن دري المنصوري، وشكرا أبو علي أيضا على الانطلاق المميز والجميل. المركز الثاني كان من نصيب العبور منصور بن غانم بن منصور السيف الخياري 12 دقيقة 49 ثانية 47 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل. بينما بنت وبران من أدت على المركز الثالث هنا للسيد علي بن سالم بن سعيد لوهيبي ب 12 دقيقة 50 ثانية 21 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني الذي سجل بها